قررت محكمة الاستئناف اليوم إعادة الدعوة للمرافعة في قضية اقتحام مجلس الأمة وتأجيلها إلى جلسة الخامس من شهر يونيو المقبل. كما قررت المحكمة ندب محامين لكل من المتهمين الذين لم يوكلوا محامين بالترافع عنهم، كما صرحت بالتصوير والاطلاع على القضية. وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلستها المنعقدة في الثامن من الشهر الجاري. يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في التاسع من شهر ديسمبر عام 2013 ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية.